بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شكور يا رافع وثل وثل وبارك على سيدنا وملانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة مقبولة آمين آه. شكري لرب كريم من كان شكرا وأرتجي منه في الدارين أبكارا شكري لرب كريم من كان شَكَّارًا وأرتجي منه في الدارين أبكارا كتبت شكرا له ما خذ رجوت به كوني سعيدا وشكرا وَثَكَّارًا "وجهت وجهي في شهر النبي سندي للأكرم الرافع الوهاب شكارا" رجوت منه تعالى شكر عملي ورفعه يوم حني نعم خفارا رجوت أي هو جملتها عني وتسخيره للدهر كفارا إني أخاتبه في البحر مختربا ولم يسل جل خارا وجبارا فجاتني ربي بالآلاء هب لي أن أعود للبر رضو لي كل من بارا على النبي صلي بالتسليم بالكرما وارفع وسدني بعد الرفع أبكارا على النبي صل بالتسليم بالكرماء وأرفعه وسدني بعد الرفع أبكرا سبحان ربي ربي سلم العفو وسلام عليكم